من موجز الأخبار سوف ننتقل الآن إلى أبرز عناوين الصحف المحلية والعربية الصادرة لهذا الصباح. بداية هذه الجولة ستكون مع موقع لبنان الكبير. غالبية تضحيقات المجلس العدلي بلا نتيجة، فماذا عن انفجار المرفأ؟ بطبيعة الحال يأتي هذا الموضوع بتزامن مع الذكرى الثالثة لانفجار المرفأ بيروت وتوقف التحقيق في هذا الملف منذ قرابة 19 شهرا. فالقضايا مثل انفجار المرفأ تحول عادة إلى المجلس العدلي، هو نفسه المجلس الذي لا تصل غالبية التحقيقات التي يتسلمها إلى نتيجة، من اغتيال كمال جنبلاط وريني معوض واختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه وجريمة قتل الزيادين ومعظم التفجيرات التي حصلت بعد العام 2005. وإن وصلت قضية إلى نتيجة يدور الشك حول مصداقيتها بسبب عدة عوامل، لكن أساسها هو البطء في التحقيق والذي يسمح بوضع الملف في بازار السياسة وألاعيبها مع الرأي العام، فتضيع القضية مهما كانت الجريمة وفضاعتها وتأثيرها على الشعب اللبناني. إضافة إلى تضارب الصلاحيات مع القوانين، تحول القضية عادة إلى المجلس العدلي عبر السلطة السياسية ومجلس الوزراء تحديدا، وذلك وفق تقدير الوزراء، وعادة ما يتم تعيين محققين عدليين بحسب الطائفة المستهدفة، وهذا بحد ذاته ضرب لمبدأ الحياد القضائي. أبرز مثال على ذلك هو تعيينات المحققين العدليين في عهد وزير العدل السابق الشرف ريفي، بحيث عين قضاة شيعة في تفجيرات الضاحية الجنوبية والهرمل، قضاة سنة في ملفي تفجير مسجدي السلام والتقوى، واختيار الوزير محمد شطح. ويمكن أيضا ملاحظة هذا الأمر إثر انفجار المرفأ، بحيث علت الأصوات لتعيين قاضي من طائفة المنطقة التي حصل فيها الانفجار، وفعلا عين قاضيان مسيحيين. كل هذا يدعو بحد ذاته إلى تضييع التحقيقات، لأن الطرف المتضرر سيستخدم التسييس والطائفية كحجة إما لرفض نتائج أي تحقيق أو لعرقلة سير التحقيقات. كل هذا أيضا يدفع إلى التساؤل إن كان ملف كقضية المرفأ يجب تركه للأيادي اللبنانية والنهج اللبناني في العمل، فالكثيرون يرون أن أفضل حل لهذا الملف هو لجنة تحقيق دولية للوصول إلى نتيجة. من موقع لبنان الكبير سوف ننتقل الآن إلى موقع أساس ميديا. لبنان بين عجزين، محلي سلبي وفرنسي الأطماع. فقد وضع الملف اللبناني في ثلاجة موفد الرئيس الفرنسي جان إيف لودريان، وأرجئت المداولات والمعالجات الرئاسية إلى شهر أيلول، ريثما ينهي لودريان عطلته الصيفية في أب. تتزامن هذه الفترة مع عجزين اثنين. العجز الأول هو عجز محلي سلبي يتمثل في قصور الساحة السياسية والمحلية في لبنان عن الوصول إلى أي نتيجة أو حلول ذاتية. أما العجز الدولي الإيجابي فيتجلى في إخفاق المجتمع الدولي إلى الآن في الوصول أيضا إلى نتيجة. ينظر كل من الحزب والثلاثة الوطنية الحر بلهفة مختلفة إلى مرحلة ما بعد الرئاسة وما فوق الطائف، ولكنهما يصران على التغيير في الصيغة وتوازناتها. تشبه هذه الفترة الزمنية مرحلة تقديم الرئيس نبيه بري لبن العصفور إلى الرئيس سعد الحريري قبل اعتكافه وتعليقه العمل السياسي، إذ يجتهد الحزب في محاولات إغراق حليفه المدلل الثلاثة الوطنية الحر ورئيسه في الوعود، فيستمله عبر أغضاق المزيد من الضمانات والهدايا والمكرمات الشبيهة بلبن العصفور، ويحاول الحزب بكل السبل إقناع حليفه وثنيه عن تصلبه في الملف الرئاسي، فيما يسعى التيار أكثر وراء المزيد من المكتسبات والأرباح من العهد المقبل الميمون. فهو لطالما كان يبرع كثيرا في التجارة السياسية وفي بازار التفاصيل، ويتصلب الوزير السابق جبران باسيل بوجه الحزب متمسكا وملتصقا باللامركزية الإدارية والمالية، مع يقينه التام بعدم قبول الحزب والثنائي بها. لمس الحزب بشكل كامل تبدل المسعى الفرنسي على الرغم من استمراره بالمبادرة. إذن يخير شهر أيلول البلد وجه بذاته السياسيين بين احتمالين متناقضين، الحل أو الويل، والخيار بيدهم وحدهم. فهل تكون الثالثة ثابتة رئاسيا أم تكون عاجزة كما هي عادة المبادرات الفرنسية في لبنان في السنوات الماضية؟
سوف ننتقل الآن إلى صحيفة الأنباء والعنوان: الذكرى الثالثة تعيد تحقيقات المرفأ إلى الواجهة وجرس إنذار مالي. فقد تحولت الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت والذي وصف بجريمة العصر إلى استفتاء وطني بامتياز أظهر فيه اللبنانيون تعاطفهم تجاه أهالي الضحايا الذين ما فتئوا يتوسلون الحقيقة الغارقة في دهاليز قضاء مسيس وسلطة غائبة أو مغيبة عن هموم الناس ومعاناتهم اليومية. على صعيد آخر، كانت لافتة تغريدة السفارة السعودية في بيروت والتي طالبت رعاياها بعدم الاقتراب من أماكن النزاعات ومغادرة لبنان فورا، وذلك من دون تقديم أي توضيحات حول سبب هذا التحذير وما إذا كان مرتبطا باشتباكات مخيم عين الحلوة أم أن معطيات أمنية أخرى لدى السفارة دفعتها لنشر هذه التغريدة. في الملف الحكومي، نفت مصادر وزارية وفي اتصال مع جريدة الأنباء الإلكترونية وجود تباينات بين رئيسي المجلس النيابي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في موضوع الاقتراض بالدولار الأمريكي من مصرف لبنان، وأشارت إلى أنه بعد تسلم النائب الأول وسيم منصوري مهام حاكم مصرف لبنان وضع خارطة الطريق لموضوع الإصلاح المالي، وأن الرئيسين بري وميقاتي أبديا كل تعاون من أجل تسهيل مهمة الحاكم إلى حين تعيين حاكم جديد. وفي موضوع اجتماع مجلس الوزراء بعد غد الاثنين، أشارت المصادر إلى أن جدول الأعمال سيكون اقتصاديا بامتياز، لافتة إلى جلسة ثانية يوم الخميس تخصص فقط لدراسة الموازنات العامة، فالهم المالي والاقتصادي يتقدم اليوم لا سيما وأن الدولة أمام استحقاق ربما تكون غير قادرة حتى على صرف الرواتب آخر الشهر الجاري. الموضوع الأخير الذي سنقف معه اليوم قبل استضافة الصحفي سيمو أبو فاضل، نشرته الشراع في عين الحلوة: سيتم حسم ورقة فلسطين، هذا الحسم بيد من؟ الإسلاميين أم العربيين؟ فكتب حسن صبرة سيتم حسم ورقة فلسطين بيد من؟ الإسلاميين أم العربيين؟ فهناك من أراد حرف الصراع من صراع قومي إلى صراع ديني في عين الحلوة، ويتجسد هذا الانحراف في الصراع من خلال طبعا في عين الحلوة يقصف الإسلاميون المدنيين في المخيم وفي صيدا والجوار. في عين الحلوة يقصف الإسلاميون الجيش اللبناني لإخافته وإبعاده أو لاستنزافه، وذلك لتشتيت الموقف الشعبي والوطني المتعاطف مع الفلسطينيين. في عين الحلوة توزع حركة حماس الأدوار، فيأتي إسماعيل هنية لينادي بوقف إطلاق النار وتساعد حركته جند الشام وعصبة الأنصار، والمفارقة أن الجهاد الإسلامي يقف على الحياد. في عين الحلوة ظهرت حقيقة حركة فتح التي أصابها الهريان في أبشع صوره. منير المقدح ومقاتليه يحمون ظهور مقاتلي العصبة في حي الطوارئ ليعطوهم الفرصة للهجوم على مقاتلي فتح في حي البريكسات، بينما يرسل بشار الأسد مقاتلي أحمد جبريل والصاعقة وجنودا سوريين ليقاتلوا ضد منظمة التحرير الفلسطينية. والمتمسلمون يرفضون تسوية النزاع المسلح الحالي لأن مهمتهم لم تنتهي، يرفضون تسليم الذين قتلوا العميد محمد العرموشي والقتلة معروفون، ويرفضون الحضور أمام لجنة التحقيق ويطالبون بحضور أعضاء اللجنة إليهم، وذلك في تعجيز لن يسقط إلا بكشف شريط عملية قتل العرموشي ومرافقيه. أحدهم اقترح تسليم القتلة إلى جهة لبنانية محايدة كرئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، على أن يعمد الأخير لتسليمهم إلى القضاء اللبناني الذي يحاكمهم محاكمة عادلة ويصدر حكمه ضدهم وفق القوانين، وبعد فترة يتم العفو عنهم. كل هذا السيناريو من أجل تجاوز الفتنة، ولكن هذا الأمر ما زال معلقا حتى هذه الساعة. عبر تقنية زوم ينضم إلينا ناشر موقع الكلمة أونلاين الصحفي سيمو أبو فاضل. صباح الخير. صباح الخير لك زميلتي وللمشاهدين. يعني من بعد ما مرق نهار الذكرى الثالثة للرابع من آب وانفجار مرفأ بيروت نهار البارحة، تفاجأ اللبنانيين بالليل برسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الواتساب وتحذيرات نشرتها السفارة السعودية في لبنان وأيضا السفارة الكويتية، دعت في مواطنين السعودية تحديدا إلى مغادرة الأراضي اللبنانية على وجه السرعة والابتعاد عن الأماكن التي تشهد نوع من الاشتباكات أو
والحساسة أمنيا. كذلك الأمر فعلت السفارة الكويتية، وكان في أخبار بالليل عم تنتشر ربما لا تكون دقيقة ترتبط بالسفارة الفرنسية والسفارة الألمانية. اليوم يعني برأيك أول شيء ما مدى جدية التحذيرات الأوروبية، بما أن التحذيرات العربية من الكويت والسعودية باتت معروفة وموثقة على المواقع الرسمية، قديش شو جدية هيدي التحذيرات؟ ما هي المخاطر التي تتخوف منها هذه السفارات؟ وهل الملف مرتبط فقط بالملف الرئاسي، مرتبط بما أحداث عين الحلوة، مرتبط بقرار من الجيش بحسب ما روج نهار البارح أن الجيش ينتشر عندما داخل مخيم عين الحلوة، في قرار بالحسم داخل المخيم، وما يعني جدية الخطر التي تحذر منه هذه السفارات؟ أنا نبلش أولا أنه يعني بما يصدر او ما ينحكى عن اجراءات اوروبيه بعد ما تبين شيء نهائي بالواقع، انا حضرتك اسال ما تبين، لانه الخطوه الاساسيه ناتجه انه الصراع بالمخيمات عم ياخذ طابع يعني بين قوه عندها امتداد اقليمي، يعني بين مسؤولين فلسطينيين السابقين موجودين بدول عربيه خليجيه، بين مجموعات محليه، يعني بدا الموضوع يكبر ما عاد محل مثل ما كان يصير بالسابق. هذا الموضوع بخلي يكون في نوع من وقائع، نوع من الحسد السعودي او الخليجي انه يكبر، خاصه الموضوع الفلسطيني، يعني مش رح يكون ساعتها عندها محصور بمخيم واحد، يكون محصور بعده مخيمات بين فتح وبين اللينو وبين مجموعات، يعني كنت حضرتك حكيت عنها، يعني بدهم كثير تعداد، كل واحد عنده مفتاح بدولة معينة أو عن جهة محلية أو خارجية. هذا بخلي أنه يكون في هذا التوجه للحذر، لأنه هذا الموضوع إذا توسع رح ينتقل على كل الشوارع بلبنان، يعني ببيروت، في مخيمات، في صنعاء، في شتيلة، بكذا منطقة، جعل يعني السفارة السعودية تؤكد على آراء سابق يعني طلب من رعاياها ما يجوا إلى لبنان. هلا الخلفيه منا خلفيه عاديه، اليوم هيدي رساله محليه للجانب الداخلي وللجانب الخارجي. نحن عشيه اللجنه الخماسيه اللي بدها تنعقد بايرون. اذا بنرجع بنتذكر كلام انحكى كثير انه السعوديين تحديدا بلغوا الفرنسيين بلقاء الدوحه اللي هو ما حمل اي اسماء انه انتم تاخرتوا في يعني ترجمه الاتفاق اللي نحن اتفقنا عليه بشباط بباريس كمان وقت اللجنه الخماسيه انعقدت، وضيعتوا وقت بانحيازهم. هذا انحكى بالدوحه. اليوم هذه هي الرساله، انه اليوم اجى لودريون الى لبنان على قاعده انه يرجع يعيد النظر بسياسته وينطلق نحو رئيس توافق، يتفقوا على هويه رئيس توافق، يعني عملوا خريطه طريق بالدوحه باجتماع الدوحه الاخير انه يجي الفرنسي اللي هو يرجع على حاله يبقى بالحركه تيبقى موجود بالمعادله، لانه يكون هو عامل عبدور. ما توصل الى حل عملي لانه في انحياز فرنسي باتجاه الممانعه، وهذا صار شيء مش جديد واضح. من هون الخطوه السعوديه وعم بحكي انا معطيات هي انه انتم بالخارج كنا نقول لكم الوضع ما بيتحمل الوقت كثير، يعني ضياع الوقت كثير سلبي باتجاه امن لبنان واقتصاده ووضعه السياسي ووضعه الاجتماعي، فاذا مكملين بهذه الطريقه نحن سنغادر هذا البلد، يعني سنكون في واقع من الحذر المرتفع، ونطلب من الرعايه عدم اللجوء الى الحضور الى لبنان. وكذلك القوى الداخليه اللي كمان بعد ما يعني عملت يعني اذا بنقول ابديت لموقفها بدون ما نفصل بين معارضه وموالاه وممانعه وتيار، كمان انه بعد ما وصلتوا لمحل فيكم توصلوا نحو رئيس بوقت البلد عم ينهار. هيدي هي الرساله الواضحه، هيك بيوصلوا، ومش عمليه مناوره انه السعوديه، يعني مش انه السفير وليد البخاري اراد مثلا يعمل مناوره او يعمل شانتاج لتحسين هالكلمه، لا، هيدا دوله عم نشوف انه عم تعمل على ارض قمه للسلام العالمي بتحتوي كميه من الدول، عم نعرف شو حجم اقتصادها، علاقاتها، اتصالاتها، عاطي اهتمام للبنان بوقت عم ببين انه فريق لبناني بعده عم مش قادر يحسم خياره، لانه مقدم حسابات يمكن معه حق فيها بس مع انه ما بتمشي على كل اللبنانيين، يعني بده موضوع يروح على توافق. من هون عم تقول لهم انه انتم بدكم تستمروا بهذه الطريقه، السعوديه عندها غير اهتمامات، مانا مستعده انه تدفع ثمن هذا الانفلات الامني اللي هي حذرت منه.
نعم. طب اليوم يعني هذا في إطار الحراك الدولي في الملف الرئاسي، ولكن محليا اليوم بظل انتظار عودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت في أيلول المقبل، في أواخر أيلول المقبل، يعني أين أصبح الحوار أو النقاش الثنائي بين حزب الله والتيار الوطني الحر؟ هذا موضوع آخر، يعني بدأ بمواضيع معقدة، مواضيع اللي طرحها النائب جبران باسيل انه اللامركزيه الماليه والاداريه مش ممكن، ما بتنعمل بين يوم ويوم، ما انه اتفاق بنخيل يعني بين جانبين. هيدا بدي تعمل له كمان اجماع نيابي وبده يقطع بمسار دستوري طويل، يعني ما بينعمل بهذا الوقت الضيق. هذا الموضوع او الموضوع الاخر يعني الصندوق السيادي، يعني هذا الموضوع جبران باسيل اعتبر انه يعني عم بيحكي معلومات من عنده، يعني انا انه اعتبر انه سليمان الفرنجي تم اخراجه من الحلبة عن الحلبة الرئاسيه، وعم بقدم مع الحزب لانه يعمل تفاهم على مرشح توافقي ممكن يكون على حساب كمان جوزيف عون اللي بيعتبره انه بعده الحديد اليوم، يعني ما فات على الحلبة واحترق، انه ربما بيتفق معهم على اسم ببلش، يعني انه هذا جزء من المناورات والمفاوضات، بطرح المواضيع تما بين انه هو رايح بانكسار عم يطرح معهم اسم اخر، مع انه موضح عده مرات انه عنده غير اسماء، بيحكي معهم بالاسماء وبقول له للقوى الثانيه تفضلوا اتفقت انا والحزب عليه، بيكون ساعتها هو يعني اطاح بسليمان الفرنجي وكذلك عماد جوزيف عون. هي عمليه مناوره طبيعيه لحد اليوم مش عاطي نتيجه وفق معلومات الجانبين. نعم. ناشر موقع الكلمه اونلاين الصحفي سمو ابو فاضل، شكرا لك على هذه المداخله.